انا واحد الشاب من مدينه الجديده، من الشباب الغيورين على مدينه الجديده، ومنخرطين بزاف في العمل الجمعوي. وحنا كساكنه جينا كنتبحروا هاد السنه، هذه جينا كنتبحروا في الحوزيه، ولاحظنا واحد الظاهره اللي هي شنيعه، هي ان الازبال في كاع البلايص، والناس ما كتريحش على خاطرها وكذا. فحاولنا حنا كمجتمع مدني اننا نجمعوا هاد الازبال، هذه نجمعوها ونقيو الشاطئ ديالنا اللي كنبغيوه، وما نقدروش نشوفوا في هذه الحاله هذه ونبقاو جالسين. حنايا غا ولاد جديده كنجيو للحوزيه باش نعوموا، اليوم لقينا الدراري ولاد ازمور كيجمعوا في الزبل، وحنا نوضوا عاوناهم، درنا مبادره باش نحيدوا هذا الوسخ كيكون هنا بزاف، اللي جا كيلوح الماكله ديالو وما منظمينش. كنتمنى يبقاو اي واحد يجي يبقى يجمع الزبل، وشكرا.